نروح لزميلتنا هنا ابو القاسم عشان تطلعنا على اخر اخبار النادي الاهلي. تحياتي ليك يا هنا وتحيات زميلي محمد سعيد. برحب بيك طبعا يا كابتن اسامه وبيك يا محمد وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيك. وسعيده جدا بقى ان انا هكون معاكم النهارده في فقره الاخبار، ان شاء الله هيكون معانا اخبار متنوعه ومتميزه كالعاده. نروح بقى للخبر الاول معانا واللي متعلق بمستر مارسيل كولر. وجه مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي رساله الى جماهير الفريق بعد حضورهم لمباراه الهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا. وكتب كولر عبر صفحته الرسميه على فيسبوك: شكرا لجمهور الاهلي العظيم على الاجواء الخياليه، واتمنى ان ارى حضوركم بهذا الشكل الاسطوري كل مباراه، فمن اجلكم تلعب كره القدم. شكرا جزيلا واتمنى ان اكون دوما سببا لاسعادكم. يعني يمكن يا محمد انت كنت ذكرت هذه النقطة، الجماهير ظهروا بمظهر كبير جدا وجميل في مباراة الهلال السوداني، وكمان إشادة مستر مارسيل كولر بالجمهور في المباراة. أكيد كولر اتكلم وحضر وشاف بنفسه، فكان بقى لازم يعبر عن ده من خلال حساباته الرسمية. ولا ولسه الفترة الجاية يشوف أكتر وأكتر إن شاء الله مع التقدم الأدوار في دوري أبطال إفريقيا دور الثمانية قبل النهائي إن شاء الله، مباراة النهائية لا الوضع يختلف، هيكون في كرنفالات إن شاء الله بإذن الله. أكيد. خلونا بقى نكمل أخبارنا النهاردة. واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعداداته لمباراة غزل المحلة والمقرر لها مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز. وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين قبل أن تنطلق فقرات المران بجوانب بدنية متنوعة أعقبها الجوانب الخططية والفنية استعدادا للمباراة. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي، إن شاء الله يقدروا يفوزوا في مباراة غدا ويقتنصوا 3 نقاط جداد. خلونا بقى ننتقل للخبر التالي معانا. واكد العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ان ما تم تداوله عقد مباراه سان داونز بتوقيع عقوبه ماليه على اللاعبين ورفعها بعد مباراه الهلال غير صحيح. واضاف العمري ان هناك لائحه خاصه بالفريق يوجد بها بعض المكافئات وبعض العقوبات في حالات متعدده، ولائحه الاهلي بها حوافز للفريق وفي حاله تحقيق الهدف منها وهو حصد دوري ابطال افريقيا يتم رفع العقوبات السابقة. من بقى بطولة دوري أبطال إفريقيا ننتقل لبطولة كاس مصر. وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن أن النادي طلب بشكل رسمي من إدارة اتحاد الكرة إسناد الإدارة التحكيمية لمباراة نهائي بطولة كاس مصر لطاقم تحكيم أجنبي. وأوضح المدير الرياضي أن نادي بيراميدز أكد في خطابه الرسمي المرسل إلى اتحاد الكرة أنه يتمسك بإسناد الإدارة النهائي لطاقم حكام أجنبي، وذلك للحفاظ على مبدأ تكافؤ فرص بين الناديين، والوقت ما يزال مبكر أمام الاتحاد للتوصل إلى اتفاق واستخدام طاقم حكام يليق بنهائي أقدم بطولة مصرية مثلما حدث في نهائي النسخة الأخيرة من كأس مصر وكذلك نهائي كأس الرابطة الأندية في نسختها الأولى. ننتقل بقى للخبر التالي معانا. واكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزاره الشباب والرياضه انه تم حل ازمه تقنيه الفيديو الفار بشكل قاطع، وسيتم التواصل مع الشركه الاسبانيه لانهاء المشكلات. واضاف الشاذلي انه تم الاتفاق على تجديد التعاقد مع الشركه الاسبانيه المسؤوله عن تقنيه الفيديو وجدوله المديونيات وكيفيه ضمان حقوق البث. واوضح المتحدث الرسمي لوزاره الرياضه ان الاتفاق الجديد مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو قد يمتد العام أو اثنين، ولم يتم الاتفاق على هذا الأمر بشكل نهائي. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للخبر الأخير معانا. وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مباراة الأهلي وغزل المحلة إلى الحكم الدولي محمود البنا في اللقاء المقرر لها 9:15 غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة 23 من عمر المسابقة دوري المصري. ويتعين محمود البنا كلا من محمد فاروق وحسين رمضان وإبراهيم محمد.